أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زين فلان مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله راح نشوي بالبلوط. دونك أجوردوي أون فا غري دي غلون بلوط تاع البلاد تاع القبائل. جاب بنين بزاف وخفيف. دونك هنا كيما راكم تشوفوا حبيت عندي بلوط. هذا بلوط جا من البلاد بلاد القبائل. دونك هذا تاع بني ورتيلان وعندي تاع ثاني تاع ميجلي تاع لا غوند كابيلي. دونك حبيت نوريكم كيفاش نشوي انا البلوط. دونك هنا راني درته في هكذا في كاس في بتيت مارميت هكذايا. ها هو غسلته راح نغليه شويه كي يغلي شويه ومن بعد نوريكم كيفاش راح نحمص البلوط تاعي. هنا دونك هنا البلوط تاعنا طاب. دونك لا لي غلون سون كوي. حبيت نقول لكم ملاحظه، اذا كان البلوط تاعكم مر ديروا له شويه السكر كي يكون يطيب، و سي لي غلون سون امير فو بوفي راجوتي ان بو دو سوكر دون لو، و سينو تقدروا تخلوه كيما راهو كي تشوى يتنحلوا شويه هذاك المروريه. دونك كي القشره تاع البلوط تتشق هكا تتفتح دونك خلاص تقدروا تشبوه. الله البلوط كي تكونوا تشوفوا فيه ردوا بالكم باش ما يطرطقش عليكم. هكذا تقدروا ثاني تشوفوه في داخل الفوق، بصح كي تشوفوه هكذا على الغاز يجي احسن في البنة. ولا كان عندكم اسمه كيما احنا في البلاد في جهتنا بالقبائل الكبرى نشوفوه على الكانون، حنا نقولوا الكانون على الاسم هذاك الجمر، يجي مجمر يجي فيه تاني بنا ما شاء الله. ما عندوش علاقه كاع مع كي تشوفوا في الغاز ولا في الفوق كي تجمروا هكذاك على الجمر في الكانون. حنا نديروا نخدمي صغارا نخدمي صغارا تاع الكانون، كان تغزل الكانون نخدمي صغارا من خصيني صغار مني ندير كامل رجلي نشوي بابلوط. تفرد يتعدى تفرد العالي ما شاء الله تفرد بنين، يعني حوايج تاع بكري ما شاء الله. الطريقه كيفاش كنا نطيبو بكري وانا كنت صغيره بصح شفيتها هنايا هادو كيما جداتنا وكامل يطيبو على غير على الحطب. ماكله بنينه ما شاء الله، كل حاجه طبيعيه ينحوها من الجردن تاعهم من البحيره تاعهم. هادو كتبدل زمان خلاص ولينا والله غير ربي سبحانه اللي يعلم واش رانا ناكلو، يعني ربي يطف بينا المستر وخلاص. انا هكذا انا نكمل نشويه فقط هذا مكان تقعدوا تخلطوا فيه، يعني تفوقوا مي تونطو باش ما يتحرقش ويجي تشوى كاع على الحبه نخطها. ولكن نقول دونك هنا كيما راكم تشوفوا البلوط تاعي راهو تشوى مليح تحم يعني تشوى هكذاك واحد 20 دقيقه ولا نص ساعه. وردوا بالكم شوفوا كيفاش راهو يترتق. فو فيغ اتونسيون و يفو سيلواني ان تي بو باسكو دي فوا يا دي غلون كي سوت دونك فو بوفي سو فير مال. دونك ردوا بالكم كاين البلوط كيكون يتشوى هكذاك سما دخلوا طياب يترتق، سي نورمال الغازات هادوك يخرجوا يترتق. دوك ردوا بالكم. حبيت نهضر لكم فقط على البلوط، جو فولي فو بارلي لي غلون لي فيتامين اي لي بيان في. دونك البلوط فيه راهو غني بالاميدون بالنشا، دونك كونتيان بوكو دو اميدون، فيتامين سي، ماغنيزيوم، كالسيوم، الفوسفور، سي بيان بور لي ستوم لي جون كي زون دي ستوما سنسيبل لا ديجيستيون. دونك فيهم الفوسفور، الماغنيزيوم، لا فيتامين سي،
دونك هذا سي ان فروي كي تري ريش دونك فاكهه جد غنيه مليحه تتناولوها والله صراحه يعني ما شاء الله. نتمنى انه تجربوا هذه الطريقه هذه تاع الشوا البلوط خاصه اذا تشوه على الرماد. صدقوني يجي بنين بزاف وغلوه شويه باش يطرى قبل ما ما تحمسوه يعني ما تشويوه. والبلوط نقدروا نستعملوه بزاف في وصفات. بكري كانوا يديروا به الاغروم، يديروا به كسرت الرخسيس، حتى كاين ثاني البقلاوه تاع البلوط جد رائعه. انا دقتها ديجا بنينه سورتو الا كان بلوط حلو، ديروا بها الوسبو البقلاوه، وكاين ثاني مخبوزات واحد اخرين. المهم نتمنى انه هذا الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وكومونتير، ونتلاقاو في وصفه واحده اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.